مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في إطار هذه التغطية. هكون مع حضراتكم على مدار هذه التغطية أنا لما جبريل. في البداية نوجه عناية حضراتكم إلى أنه تم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية. هي قناة إخبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إخباري متنوع وقوي من مصر والمنطقة العربية والعالم. يمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات على تردد 11747 فيرتيكال. ننوه أيضا ونوجه عناية حضراتكم مشاهدينا الكرام أيضا لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ. نشير أيضا إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 12092 فيرتيكال. وأنوه الآن عناية حضراتكم لمحتوى هذه الفقرة على أكسترا نيوز. حيا يعني هذه الساعة هنخصصها للبداية، هنكون أو الجزء الثاني هنكون مهتمين عن آخر الاستعدادات لقمة المناخ كوب 27 هتستضيفها شرم الشيخ بعد أيام قليلة. هل نفذت الدول وعودها في كوب 26؟ يجاوبنا على السؤال ده بعد قليل دكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الأكاديمية المصرية لتنمية البيئة. الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام هنناقش فيها جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الصناعة ودعم المنتج الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. خلوني أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ مصطفى عبد الإله الباحث ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك أستاذ مصطفى. لو تسمح لي قبل ما نبدأ هذا الحوار، معنا هذا التقرير عن جهود الدولة في توطين الصناعة المصرية. يعد سوق تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات الحيوية في السوق العالمي التي تعمل مختلف الدول على دعمها باعتبارها مستقبل الاقتصاد والسيادة على الساحة العالمية. تعمل الدولة المصرية بشكل مكثف على تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا إلى أسواقها المحلية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الحديثة والأخذ بالأساليب التقنية المتطورة لإدارة وتنظيم البيانات، إلى جانب تقديم التسهيلات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية لزيادة ضخها في تطوير وإنشاء صناعات تكنولوجية محلية قوية. لم تغفل الدولة أهمية العنصر البشري، حيث تعمل جاهدة وبشكل مكثف على تطوير المدارس التكنولوجية، والتي تتضمن إعداداً مثالياً لعقلية الطلاب وتزويدهم بالأدوات اللازمة للابتكار وتحليل المعطيات التقنية قبل الدراسة الجامعية، إلى جانب تطوير التعليم الجامعي عبر التركيز على تطوير المواد العلمية بشكل مستمر لتزويد الأجيال المستقبلية بخلفيات معلوماتية قوية حول أحدث التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب إنشاء كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لمواكبة متطلبات السوق العالمي. الجمهورية الجديدة تتخذ من التكنولوجيا الحديثة أساساً لصناعة المستقبل لتكون قادرة على مواجهة مختلف التحديات بشكل أذكى، إلى جانب تدعيم الاقتصاد المصري بأساس قوي يعتمد على حركة الاستثمارات في مجالات صناعة لغد أفضل للأجيال القادمة. من جديد برحب بحضراتكم، برحب بحضرتك أستاذ مصطفى. خليني أبدأ مع حضرتك عن توجه دولة مؤخرا لزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصة في المشاريع القومية. ده كان قائم بالفعل بنسبة بشكل أو بآخر، ولكن من الواضح أنه في تركيز واستراتيجية يمكن ربما ستخرج قريبا في مسألة الصناعة وتجديد خطة الصناعة للدولة المصرية. كيف تراقب هذا الأمر؟ الحقيقة إن احنا في الفترة دي الدولة بتسعى بكل حرص إنها تقوي الصناعة الوطنية، وده لعدد من العوامل. أول حاجة احنا شفنا في فترة كورونا أو كوفيد 19 من بعد سنة 2020 في بدايتها
كيف ان سلاسل الامداد العالميه اللي احنا كنا بنعتمد عليها واللي احنا كنا بنقول العالم قرية صغيرة وهناك عولمة وهناك سهولة في الوصول إلى المنتجات أيا كانت، سواء تمت الصنع أو مواد خام، بشكل سلس جدا، بنقدر نقول بسلاسل إمداد موثوقة جدا. لكن احنا خدنا صدمة كبيرة جدا، ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله. ثم بعد ذلك جات لنا الصدمة الثانية اللي هي صدمة الحرب الروسية الأوكرانية، ليست مصر فقط أيضا ولكن العالم كله، أزمة في سلاسل الإمداد بمرة جديدة. وده بيخلينا ان احنا عندنا اصرار وعزيمه ان احنا لازم نقوي الصناعه الوطنيه حتى لا نتعرض لمثل هذا الموقف في المستقبل القريب، خاصه ان الوضع العالمي اصبح في حاله برضو من الضبابيه وعدم الاستقرار اللي ممكن يؤدي بينا الى ازمه ثالثه قد تكون اكثر عنفا، وبالتالي تعطل اكثر لسلاسل الامداد. عشان كده الدوله المصريه بتسعى لكل جهد حاليا انها تقدر تكفي نقدر نقول السلع الاستراتيجيه اولا، ثم بعد ذلك ما أمكن تحقيقه والاكتفاء منه من كافة المصنوعات الأخرى التي تلبي حاجة المواطنين بدون الحاجة إلى السعي إلى الشراء من الخارج أو العثور على منتجات هنا وهناك، بيتضاعف سعرها طبعا مع الأزمات وقد تكون نادرة أو شحيحة أو غير موجودة. طب في يعني في نقطة اللي حضرتك ذكرتها متعلقة بمضاعفة الأسعار مع الأزمات، وده أمر طبيعي في العالم كله، ولكن في بعض أو في كثير من الأحيان إحنا عندنا تحدي في الصناعات المغذية هنا في الداخل المصري، وده تم طرحه في المؤتمر الاقتصادي وتم طرحه بعد ذلك في الملتقى الأول الصناعي، وبيتم العمل عليه. أعتقد مبادرة كإبدأ يعني هي مهتمة بشكل أو بآخر مشاريع صغيرة أو متوسطة وبتسهيلات و يمكن أن تنهض بهذه القطاعات، ولكن دايما بنلاقي أنه حتى المنتج المستورد أرخص من المنتج المحلي بمكوناته المحلية. صح. فالتحدي هنا في منتج محلي ذات جودة عالية بسعر من المفترض أن يكون أقل لأنه مش جاي من الخارج. كيف ترى التحدي هنا في تحديدا الصناعات المغذية على سبيل المثال؟ التحدي هنا أن احنا عندنا سلسلة متكاملة بتؤدي بينا إلى كيفية الوصول إلى المنتج اللي بنعتبره وبعد كده رو ماتيريال لمادة أخرى أو مادة خام لمنتج آخر. هو كيف أن أنا يبقى عندي السبلاي تشين أو سلسلة الإنتاج بتاعتي متكاملة، بحيث أن أنا أكون من عندي المادة الخام الأصلية وصولا إلى المنتج التام الصنع، عندي سلسلة متكاملة داخل الدولة بحيث أن أنا ما أضطرش أن أنا أستورد جزء منها من برا الدولة. صحيح بيبقى في بعض المواد الخام اللي هي بتكون غير موجودة أساساً في طبيعة الدولة المصرية، بنضطر نستوردها من أسواق، ولكن بيكون برضو في سعي إن احنا بنتعاون مع أسواق أخرى من الدول سواء الصديقة أو الشقيقة، بإن احنا بنتعاون معهم في استجلاب هذه المواد اللي بتساعدنا إن احنا نوصل لصنع المواد المغذية اللي بتدخل بعد كده في المنتج تام الصنع. ثانيا احنا حضرتك دلوقتي قلتي على نقطة اللي هو كيف يكون عندي منتج وطني مصنع بمكونات وطنية ولكن ذو جودة عالية وفي نفس الوقت سعر تنافسي. ده بيبقى متشابك مع عدد من الأبعاد. أول حاجة أنا بيبقى عندي جودة المنتج دي بتيجي من إيه؟ بتيجي أولا أن أنا عندي عمالة مدربة بتعرف أنها تصنع المنتج بشكل كويس أو حرفي أو مهني مقدر. ثانيا ماكينات الإنتاج. ثالثاً خامات الإنتاج. إحنا في مصر كان عندنا المشكلة دي من مدة طويلة، لكن لو نلاحظ في السنين الأخيرة الدولة ابتدت تعمل على عدد من المحاور بحيث أنها تخلي المنتج النهائي ذو جودة. طب إزاي؟ أول حاجة أن إحنا بنهتم بالمعاهد والمدارس التكنولوجية والفنية اللي هي بتخرج العمالة المدربة اللي في فترة من الفترات حصل في عددها انحسار، وده أدى إلى أن المصانع والمنشآت الإنتاجية ما بتلاقيش العمالة الكافية اللي تقدر تشغل المكن أو تقدر تصنع المنتجات أياً كانت طبيعتها. على الرغم من أن إيد العاملة متوفرة بشكل كبير جداً في الداخل المصري يعني حيث الأعداد، ولكن يمكن زي ما حضرتك ذكرت مسألة التدريب. وهي الفجوة، هنا بنلاقي الفجوة. إحنا دايماً بنقول عندنا بطالة بنسب عالية جداً، وهي كانت قبل كده نسب عالية جداً ولكنها انخفضت بسبب مجهودات الدولة في أمور أخرى وفي ملفات أخرى، ولكن احنا برضو بنلاقي على الطرف الاخر بنلاقي صاحب المصنع او صاحب المنشاه الانتاجيه بيعاني ان هو مش لاقي عماله. وكان في فترات كنا بنضطر نجيب عباله من بره مصر بحيث ان هم يشتغلوا في المصانع دي. طب دلوقتي الدوله انتبهت للنقطه دي اول حاجه، احنا عندنا قلنا العماله. تاني حاجه المواد الخام.
بنسعى كمان ان احنا نحط ضوابط على استيراد المواد الخام، ليس اي ماده خام، وايضا اصبحت الان ليست اي منتج تام الصنع، لان كان بيحصل تلاعب من بعض الناس ان هم بيستوردوا منتجات تامه الصنع ومواد خام نقدر نسميها ذات جوده محدوده او رديئه. ثالث حاجه المصنع نفسه وما يملكه من اصول وماكينات، دي النقطه الثالثه. كان في قبل كده برضو عندنا نقدر نقول نوع من الانحسار في عمليه الاستيراد، المصاريف غاليه جدا، سواء ان هو شخص بيستورد بيبقى فيه عليها جمارك او حاجات زي كده. الدوله دلوقتي بتبتدي ان هي تدي حوافز للمصنع ده ان هو يستورد الماكينات اللي هو محتاجها، ان هو كمان يبني الاصل بتاعه سواء كان مصنع او منشاه او مخزن، وبتدي له حوافز زي مثلا تعويض جزء من قيمه الارض لو كان مثلا في مناطق من نقدر نقول مناطق محرومه على حسب احصاءات الدوله، او مناطق فيها نسب بطاله كبيره بياخد نسب عاليه جدا من الخصم قد تصل الى 50%. في مناطق اخرى لو هو بيشتغل على قطاعات الدوله فيها ندره او بتحتاجها، زي مثلا بنقول صناعات استراتيجية، منتجات قليلة. طب خليني أسألك أستاذ مصطفى، أين يمكن للمواطن أن يجد كل هذه المعلومات أو الداتا؟ يعني الداتا اللي حضرتك بتقولها مهمة جدا للي صحيح. عايز يبدأ مشروع صغير أو متوسط لصناعة مغذية أو صناعة مكملة، وهذا أمر هام جدا تحديدا في هذا التوقيت. أعتقد أن ده توجه الدولة الآن، المعلومات ده أمر هام جدا، والحقيقة أن الدولة تنبهت لهذا الأمر منذ عدة سنوات من خلال التوجه بشكل كبير جدا للتكنولوجيا. بنتكلم عن الرقمنة في الكثير من القطاعات، هو أمر طبعا بيحتاج لوقت، وكمان فكرة أنه الداتا دي كنز، يعني صحيح. هو كنز للدول حقيقي. أعلم أنه وزارة الاستثمار في مصر لديها يعني ويب سايت أو خريطة يعني لوجود الفرص في المحافظات المختلفة، ولكن من خلال حتى المؤتمر الاقتصادي اللي تابعنا كان في حوارات مفتوحة جدا ونقاشات هامة جدا بتشاور على نقاط الضعف والقوة في كل هذه الأمور. فكرة البداية برأيك كيف تكون من هنا؟ البداية للمستثمر هو طبعا الخريطة الاستثمارية هي مشروع مهم جدا، لأنها فعلا بتساعد المستثمر ان هو يعرف الفرص الاستثماريه الموجوده حتى في قطاعه. ولو يقدر فريق الاعداد ينزل اللينك بتاع الخريطه الاستثماريه على الموقع، كل مستثمر سواء زراعي صناعي او ايا كان، حتى حاجه متخصصه في المجال الصناعه، بيلاقي الاقليم اللي مصر بترشح له الدخول فيه، وبتشرح له الحوافز بتاعته، وبتشرح له كمان الفرص اللي نقدر نقول السوقيه الموجوده حوالين المنشاه المزمع انشائها. النقطه كمان غير كده الوصول الى المعلومه. الدراسات الجدوى بتاعت المنشاه الصناعيه او اي منشاه انتاجيه، انا بحتاج ان انا عشان ابني منشاه ابقى عارف ان في سوق يتقبل ويتحمل المنتج اللي هيخرج منها. احنا عندنا جوده اصبحت على قدر عالي جدا من المعلومات دي، وبيصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتصدرها كمان وزارة التخطيط، رئاسة مجلس الوزراء من خلال مركز دعم اتخاذ القرار بتصدر أيضا دوريات قيمة جدا ذات معلومات موثوقة بتوضح للمستثمر وبتوضح للجهات المختصة بعمل دراسات الجدوى أين يمكنهم الذهاب وأين يمكنهم العثور على العميل المطلوب داخل مصر في كل المحافظات. وحتى أيضا بيكون في إحصاءات مهمة جدا عن الدول القريبة مننا، القريبة من مصر، وكيفية التعاون معها بناء على حجم الصادر والوارد، بناء على حجم احتياجاتها اللي احنا بنلاحظه بيتصاعد أو بيتنازل معها. لو هنتكلم برضو خليني أسأل حضرتك عذرا على المقاطعة، الدولة المصرية عملت على بيئة تشريعية تناسب الاستثمار في الدولة، الاستثمارات المباشرة أقصد وأعني الداخلية أو الخارجية، عملت أيضا على بنية تحتية على مدار سنوات في جميع ربوع الجمهورية. حقيقة طبعا نعلم أن هناك بيروقراطية في الكثير من القطاعات، وده تم يعني التصريح به في أكثر من مناسبة رسمية، وأنه بيتم العمل على حلحلة هذه الأمور من خلال الرخصة الذهبية وغيرها من الإجراءات اللي بتسهل على المصنعين أو المستثمرين البدء في المشاريع بشكل أسرع. أين هي الفجوة بين المستثمر وبين الدولة؟ أظن أن الفجوة ما بين المستثمر وما بين الدولة هي بتأتي
كيفية إيصال الفرصة الاستثمارية للمستثمر. صحيح الدولة من جهتها بتعمل حاجات مهمة جدا، المنظومة التشريعية ده شيء عظيم إن احنا نطوره، لأن كان في لحظات فيها المنظومة التشريعية هي بتعوق أي مستثمر بيحاول الدخول إلى مصر، وحتى الآن في بعض الحاجات اللي لسه بتعوق الطريق، ولكن احنا بنسعى مرحليا إلى حل حالتها، لأن طبعا القوانين فيها قدر كبير جدا من التعقيد والتشابك اللي المشرعين نفسهم بيحتاجوا وقت أطول فيه، وقت أطول لأن هم كمان بيحطوا التشريع بتاعهم، بيضطروا إن هم يعملوا اجتماعات ولقاءات مع نقدر نقول أصحاب الخبرة على أرض الواقع من المصنعين ورجال الأعمال، ثم بعد كده مرحلة التصديق، ثم المشاورات والمداولات مع كافة الجهات المختصة. جايز بتاخد وقت، لكنها في فترة ما بنلاقي إن احنا وصلنا لإنجاز، زي قانون الاستثمار في 2017 اللي أدى حوافز كتير جدا للمصنعين، وإحنا مرحليا بنبتدي نحط حوافز أكتر وأكتر، وبنسعى أو بنسعى الدولة يعني إن هي مع الوقت بتحاول إنها من خلال مثلا لقاءات، مؤتمرات، خروج لتوصيات، وحتى زي نموذج زي الحوار الوطني اللي هو مقبل علينا وهيكون فيه جزء مهم جدا مختص بفكرة الصناعة وتطويرها وتعزيزها، إن احنا بناخد كل المخرجات دي اللي هي منطوقة على لسان أصحاب الرأي والقرار المختصين، أصحاب المصلحة، إن احنا إزاي ننظم وننسق المنظومة التشريعية للمجال الصناعي. لو هنتكلم على نقطة تانية زي مثلا إزاي أنا أوصل للعميل بره، ده بيكون طبعا له أساليب تسويقية مختلفة. وأول حاجة قبل ما أنا أطلع مثلا بحبل ما تسويقية بره، لازم يكون برضو أقدر أقول رجل الأعمال وصاحب القرار في مجال التصنيع هنا داخل موجود في مصر، وليس صاحب القرار الأقصد اللي هو المسؤول الحكومي، ولكن احنا بنتكلم على المناصب الإدارية العليا في الشركات والمؤسسات الصناعية، ان هو يكون نفسه خير نقدر نقول خير ممثل لمصر. هيكون خير ممثل لمصر ازاي؟ ان هو نفسه بيكون صوته مسموع من قبل الدولة، الدولة بتحاول دايما ان هي تذلله العقبات، ومن خلال علاقاته هو نفسه بيسعى ان هو يجتذب اخرين للدخول معاه في شركات او حتى الدخول الى مصر ليجاوروه في السوق باي شكل من الاشكال. دي اول حاجه. ثم بعد كده بننتقل في مرحله اخرى الى مرحله الدعايه، ودي كل الدول بتعملها، سواء الخروج في معارض، في مؤتمرات، في احداث مختلفه، ده عشان اعرف المستثمر الخارجي انا عندي فرصه، اتفضل، والبيئه كلها متاحه، وهتعرف اكتر لما تشرفنا، او احنا هنوصل لك كمان، لان احنا كمان بقينا في عالم اصبح الوصول للمستثمر يجب ان نسعى نحن اليه، لان هناك اخرين يسعون اليه. بس في نقطه كان تم ذكرها فيما يتعلق بهذا الامر استاذ مصطفى للمستثمرين بالخارج، البيانات، انه البيانات ممكن ما تكونش في جهه واحده، وممكن تكون ربما بشكل او باخر اقل من المفترض ان تعرف عن المشروع او المصنع او وده يعني تم ذكره في المؤتمر الاقتصادي تحديدا، الى اي مدى البيانات هي ربما من ابرز نقاط اللي بتشجع مستثمر من غيره على الاقتحام هذا السوق. هرجع لنقطة حضرتك اللي قلناها من شوية، وهي إن البيانات هي كنز، هي فعلا هي بيسموها دلوقتي بترول المستقبل، لأنها فعلا هي اللي بتوضح الصورة الكاملة والشاملة نقدر نقول لحالة السوق عامة. جايز إحنا عندنا في قصور في العديد من البيانات، بس أنا أظن الدولة برضو زي ما بتسعى إنها تطور المنظومة التشريعية، زي ما بتسعى إنها تطور الإجراءات التنفيذية أمام المستهلك أو أمام المصنع، ان احنا برضو لازم نسعى الى بعث في عمليه التصريح بالبيانات اكتر واكتر، لان هي فعلا هي مشكله ملحوظه في قطاعات عديده، قطاعات اكاديميه برضو بتشتكي من النقطه دي. بس جايز ان احنا برضو طالما احنا فتحنا الباب، ان احنا دلوقتي بقينا في مرحله بنتحاور فيها وبنتكلم بكل صراحه، وحتى القياده السياسيه في عدد من المراحل صرحت بانها بتتقبل انها تسمع النقد البناء، يبقى الحكومة برضو والجهات المختصة بتسمع النقد البناء عشان تعرف ان احنا عندنا في نقطة فيها قصور هنا هنعالجها، لان هي دي مسيرة الامم والدول، ان احنا بنعالج بشكل متراص ومتزامن. احنا من المفترض بنستهدف 100 مليار صادرات، الحقيقة انه دولة متفوقة في الكثير من المنتجات التي تصدرها، بتشتغل الدولة دايما على حوافز لتشجيع المصدرين بشكل او باخر. كيف تقيم سوق الصادرات المصرية الان؟
بصراحة سوق الصادرات المصرية نقدر نقول إن هو في خلال السنتين اللي فاتوا شهد طفرة كبيرة جدا. جايز نقول إن احنا من قبل كده من سنين مثلا من 2016 احنا كان عندنا قيمة الصادرات للمنتجات تمت الصنع كانت 5 مليار دولار. في 2021 بعد كورونا بقت أكتر من 11 مليار دولار. طب إزاي إن التطور ده حصل؟ التطور ده حصل بسبب إن الدولة ساعد في جهات مختلفة إنها تدعم المنظومة الصناعية في مصر. ثم بعد كده حصلت أزمة كوفيد 19 اللي كان فيها دول بحالها وهي دول صناعية كبيرة جدا كانت عندها حالة إغلاق شبه تام. ده اضطر بالدول المختلفة إنها تدور على مصدر بديل. ده شجع صناعات نقدر نقول عدد من الصناعات في مصر زي صناعات مثلا المواد الغذائية زي صناعات الأدوية. الصناعات اللي هي كانت مطلوبة وكان فيها حالة ندرة وكمان كان عليها طلب شديد جدا. عشان كده نلاقي ان نقدر نقول ان المنتجات الصناعية في مصر تضاعفت بأكتر من 100%. ودي طفرة كويسة وده برضو إثبات لمكانة المنتج المصري لأن هو بعد مرور سنتين من فترة كوفيد 19 ولسه لا يزال المنتج المصري بيصدر بشكل كويس. فإحنا نستغل السمعة دي بأن إحنا دلوقتي بنحاول نعظم عملية التصدير. وكمان زي ما إحنا شفنا كده في المؤتمر الاقتصادي الملتقى الأول للصناعة إن إحنا بنحاول نجتذب المستثمرين من الخارج بنقول لهم شوفوا التجربة المصرية الناجحة جدا في خلال الفترة اللي فاتت دي اللي هي كمان ابتدت تنتبه لنقط أحسن وأحدث في الصناعة زي مثلا دخول الرقمنة والتقانة ونقدر نقول مثلا تدعيم الصناعات اللي هي أثبتت نجاحها في فترة كورونا واللي احنا أساسا عندنا قاعدة صناعية قوية فيها زي مثلا المنتجات الزراعية زي ما قلنا تصنيع الغذائي التصنيع الدوائي نقدر نبني على ده وأنا أظن الدولة ماشية بشكل كويس جدا زي مثلا ما احنا عملنا مدينة الدواء ده علشان نستثمر السوق قدرة السوق المصري في تصنيع الدواء وكمان تصديره للدول نقدر نقول للدول الصديقة الإقليمية والشقيقة اللي هي برضو عندها ندرة في المواد دي أو عندها ندرة في عملية التصنيع ده وبتضطر تجيبه من أسواق أخرى نقدر نقول أسواق العالم المتقدم ولكن بأسعار عالية جدا جدا وغير تنافسية. أخيرا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا ضيفي الكريم مصطفى عبد الإله الباحث ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا لحضرتك. جزيلا كرام. فاصل قصير أكون في انتظار حضرتكم بعد هذا الفاصل والحديث عن كوب 27. من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية أيام قليلة بتفصلنا عن انعقاد قمة كوب 27 للمناخ في شرم الشيخ واللي بيترقبها العالم كله والجميع يعلق عليها أمال ضخمة لتكون موطن لإيجاد كلمة السر لمواجهة التغير المناخي باستراتيجيات وخطوات جادة قابلة للتنفيذ. لكوب 27 ربما يمكن أن تشكل فرصة ذهبية للعالم لتعديل مساره مع التغير المناخي وإيه أهم التحديات اللي بتنتظر القمة وإزاي هيقدر المؤتمر مواجهة هذه التحديات. محاور كثيرة ناقشها مع ضيفي الكريم خلال هذه الفترة دكتور وحيد إمام أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في ميدان حماية البيئة. دكتور برحب بحضرتك. أهلا بك وأهلا بسادة المشاهدين. إيه أهم التحديات التي تواجه كوب 27 من وجهة نظر حضرتك؟ لا تحديات كثيرة منها على سبيل المثال بداية إن أنا عندي فرقاء مفروض إنهم يجتمعوا على مائدة واحدة بقصد بيها الصين وبقصد بيها الولايات المتحدة كويس على اعتبار إن الاتنين دول الدولتين دول هم أكبر دولتين ملوثتين الاتنين مع بعضهم بيزيدوا عن 40% من إجمالي التلوث اللي ممكن الموجود حاليا في العالم وبالتالي مهم جدا ان هم في كيوتو ما وقعوش على اي التزام وفي باريس ما وقعوش في جلاسكو ما وقعوش يفترض جينا شرم الشيخ هل هيوقعوا ولا مش هيوقعوا هي الفكره ايه ان كل دوله من الدولتين بتقول لك انا عندي السياسات الخاصه بتاعتي طب انا تعظيم سلام انا ما عنديش مشكله اهلا بيكم الاستراتيجيات اللي انت حاططها بلدك وشغال عليها بتعمل تخفيض احنا حاسين ان بالفعل في تخفيض يعني كان في وقت من الاوقات الولايات المتحده تخطت ال 24 النهارده 11% والصين كانت حاجه و30 نزلت 24% صحيحه اكتب بقى قول لي انت ناوي
توصل للحياد الكربوني، انك يبقى صفر انبعاثات كربونيه. امتى؟ سنه كام؟ العالم كله اتفاقيه باريس قالت 2050، يعني بعد 28 سنه. هل انتوا عندكم استعداد ان انتوا تلتزموا؟ الجميل بقى عندنا هنا ان جون بايدن من يومين اعلن انه هيحضر القمه. صحيح. طب حلو جدا، يبقى ادي اول طرف هيحضر. يبقى الطرف الثاني بقى مين اللي هيمثله وقوه التمثيل. هل هيكون تمثيل يعني على مستوى رفيع ومخول انه ممكن ما يعترضش المناقشات اللي موجوده هنا؟ هو جون بايدن فرصة كويسة انه اعلن انه رجع للاتفاقية بتاعة باريس وصديق للبيئة وحامي البيئة وداخل في الانتخابات على هذا الاساس، التجديد النصف بتاعه ناتا. فمكسب كويس، مكسب كويس انه هو يبقى موجود، مكسب انه هو على الاقل مش هيقدر يتنصل بقى من المسؤولية الادبية والتاريخية والاجتماعية اللي احنا بنتكلم عليها، وانه من ضمن الناس الملوثه اللي لازم تدفع ثمن التلويث. انت عندك صندوق موجود اللي هو الصندوق الاخضر للمناخ، مفروض الدول الصناعيه والكبرى والملوثه زي الصين والولايات المتحده يحطوا المساهمات بتاعتهم فيه، ال 100 مليار، يعني مش هم لوحدهم، بقيه دول العالم بتشترك، بس كل واحد بحصه صغيره، ولكن الجزء الاكبر على الدول الصناعيه الكبيره اللي موجوده. طيب ال 100 مليار ده المفروض هيبدا الصرف منه السنه الجايه، بدايه السنه الجايه. على الاقل اتفقوا ان هذا الصندوق يبدا التمويل بتاعه يتحط ويبدا الصرف منه. ده هيبقى مكسب كويس وتحدي كبير للسياسه المصريه هنا هو والاداره للمؤتمر ورئاسه المؤتمر، ان هم يعرفوا يوصلوهم ان على الاقل في تمويل. من غير تمويل مفيش حاجه هتتعمل، يبقى كلنا بنتكلم وبس. لازم يكون في تمويل لكل حاجة، وبالتالي أتوقع أن ده أكبر تحدي موجود. فيما عدا ذلك كلها مشاكل جانبية اللي احنا بنشوفها. طب خليني أسألك يا دكتور، يعني تحول أوروبا إلى الفحم والوقود الأحفوري بشكل جزئي في الفترة الأخيرة، نظرا طبعا لأوضاع سياسية فرضت ذلك، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على التزامات دول اليورو تحديدا تجاه يعني توصيات سابقة فشل فيها كل العالم حتى كوب 26 وهي باستغناء عن الوقود الأحفوري؟ احنا هنتفق على حاجة، احنا مجموعة الدول اللي موجودة عندنا اللي هي في هتحضر كوب 27 196 دولة. نعم. وبناخد ال 27 دولة بتوع الاتحاد الأوروبي تحت مظلة المفوضية الأوروبية ككيان واحد، يبقى ده ال 127 كأن كيان واحد بيمثل 27 دولة وكلمة واحدة. هم التزموا في جلاسكو بالتزامات مش هيتراجعوا عنها. كون ان الحرب الروسية الأوكرانية ألزمتهم انهم يبقوا في خنقة وزنقة اليومين دول لفترة وجيزة ويرجعوا لاستخدام الفحم، احنا مقدرين والعالم مقدر الكلام من ده، ولكن انا اتوقع ان التحالفات واللوبي الموجود كله هيبقى في شرم الشيخ هيبقى على امنع كلية استخدام الفحم. لان احنا عندنا في جلاسكو ما قدرناش نوصل لايقاف نهائي لاستخدام الفحم، ولكن كان الصين وكان الهند مصممين على كلمه مش ايقاف تدريجي ولكن تخفيض تدريجي. فاحنا ممكن نقول ان لو اعطيناهم سنه مع الالتزام إن في خلال سنة، لأن هم دلوقتي شغالين في التكنولوجيات الجديدة في الطاقة الشمسية وحتى الطاقة النووية يرجعوا يشغلوها، هم بيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يوجدوا بدائل وبدائل سريعة. فأنا ما عنديش مشكلة في الجزئية دي وما أقلقش منها، ده كيان كبير يقدر يصرف أموره، وهو زي ما بقول أما بقول 27 دولة كلمة واحدة خلصت. نعم. اللي بيخالف منهم بالمناسبه بتوقع عليه بنالتي عقوبات. فدي معروفه بكل الناس، المواطنين فيهم عارفين الكلام ده كويس جدا. طيب. انا ما اقلقش منها دي. موقف الدول الناميه دكتور، وربما مصر تمثل افريقيا وهي اكثر القارات تضررا جراء هذه الانبعاثات، وهي اقل اصلا القارات التي ربما يخرج منها انبعاثات.
اللي ممكن نطلبه خلال هذه القمة ولضمان تنفيذه حتى يعني احنا الأكثر تضررا في رأي حضرتك؟ بصي لي، احنا هنطلب تحقيق ما يعرف بالعدالة المناخية. قولا واحدا، العدالة المناخية إذا احنا حطيناها قدامنا وقلنا ان مش ممكن تبقى الدول الغنية في كفة والدول الفقيرة والنامية متضررة وفي كفة تانية بتضيع، هنا ما فيش عدالة. العدالة انك زي ما بنقول هنا هو واجه المشكلة اللي انت تسببت فيها بانك تحاول تحلها معايا هنا هو، وده هيحصل بالاتفاق الملزم. ايه الاتفاق الملزم؟ كل دولة من الدول النامية وبقية الدول اللي احنا هنعتبرهم 197 دولة طلب منها انها تقدم التزام وطني محدث. بتقول فيه ايه؟ بتقول انا دولة مصر وضعي كذا، محتاجة كذا، على شكل مشروعات، على شكل قروض، على شكل على شكل على شكل، كل ده انا عايزاه عشان احقق التخفيف واحقق لشعبي التكيف. طيب يا مصر انت محتاجة قد ايه؟ مصر قالت لهم انا محتاجة 246 مليار دولار. ده مثال انا بديه عشان الارقام عندي تحت ايدي هنا هو. هتصرفيهم في ايه؟ هصرفهم في المشروعات دي على كام سنة؟ على انا طلبت دلوقتي 120 مليار في خلال 8 سنوات، وادي المشروعات وقائمة المشروعات اللي موجودة وهتحقق ايه. يبقى اذا كل دولة خلاص قدمت، يبقى كل اللي مطلوب دلوقتي ان يتم تجميع وفرز تفصيلي لكل الطلبات اللي موجوده، ونشوف الصندوق الموجود ده او بقيه الصناديق والتحالفات، لان الصندوق مش هيكفي، الصندوق ال 100 مليار ما يكفيش، احنا محتاجين 800 مليار سنوي، هجيبهم منين؟ يبقى لازم هنطلب في اللقاء ده زي ما كان في جلاسكو ان يبقى في شراكه وتحالفات من القطاع الخاص يخش يشتغلوا بقى هنا هو معانا، يشتغلوا بمنح، يشتغلوا بكروب ميسره طويله بتاع مش عارف ايه، القصص دي كلها هيتم دراستها والاتفاق عليها، وهيبقى التمويل المناخه لجلساته اللي موجوده عشان يطلعوا زي ما عملنا في المؤتمر الاقتصادي الناجح جدا اللي احنا كان من 4 ايام ده كان حاجه نموذج صغير يحتذى به. هو نفس الفكره، هتبقى مخرجات الجلسات يتم زي ما بنقول انشاء هذه التحالفات، وكل تحالف يقول انا هقدر اصرف قد ايه وفين وامتى. حضرتك ذكرت انه هذه التكنولوجيا او تكنولوجيا الطاقه الجديده والمتجدده وما شابه وهذه الاستخدامات هي مع دول بعينها، وهي طبعا من اضخم واكبر الاقتصادات في العالم. هل كلفه هذه التكنولوجيا والى اي مدى هذه التكنولوجيا مكلفه يمكن ان تقف عائق امام استخدام الدول العادية أو النامية لهذه التكنولوجيا في المرحلة القادمة، فنبقى بنأخر مسألة تحول معظم دول العالم ما هو للطاقة المتجددة؟ من ضمن أما بتكلم على العدالة المناخية، العدالة المناخية أما بجي أنا لل 27 الإعلام بتاع بالي في 27 نقطة من ضمنهم توفير التكنولوجيات بإما من غير التكلفة. يعني دي أصلي أنت عندك تكنولوجيات قديمة موجودة بس شغالة في الدول المتقدمة زي طاقة الرياح، عندهم يعني توربينات حاجة النهاردة ما فيش، يعني up to date زي ما بيتقال كده، أحدث حاجة، الجيل الرابع والخامس والقصص دي. اديني يا سيدي أنا الجيل الثاني والثالث هنا هو، واديني النهاو بتاعتهم وسيبني أنا أصنعهم هنا هو. ففي اتفاقات هتتم في شرم الشيخ على هذا، على نقل التكنولوجيا. الجزئيه دي من ضمن الجزئيات المهتمين بيها، وهيبقى لها جلسه نقل التكنولوجيا، مين اللي هينقل وهينقل ازاي وهتبقى بكلفه ولا من غير كلفه، لان هي مشكله في النهاو. انت عارفه النهاو يعني هي دي احنا، انا لو عندي النهاو هصنع كل حاجه، هصنع الكوبايه دي، هصنع الورقه دي، هعمل كل حاجه. فاديني النهاو وسيبني امصرها يعني على حسب امكانياتي وبالتالي انا هنطلق، مش هتبقى مشكلة بالنسبة لي أنا. برأيك يا دكتور إزاي التغيرات المناخية اللي شهدها العالم في الفترة الأخيرة؟ شفنا فيضانات في باكستان، شفنا موجات حرارة وحرائق الغابات حول العالم، وفنزويلا، ودرجات حرارة مختلفة جدا على القارة الأوروبية، ربما غيرت من نظرة العالم لأهمية التغير المناخي وخطورته.
دي هتخلي الدول سواء بقى متقدمة أو صناعية أو غيرها، بالإضافة للدول النامية، الدول النامية كده كده متلهفة على إنها تحل وتمضي وتوقع على أي اتفاقية تكون في صالحها. ولكن الدول اللي كانت بتتكاسل النهاردة في إطار اللي شافته من حرائق وفيضانات وأعاصير وجفاف شديد للأنهار، كلها أصبحت على يقين إن الوقت حان إن إحنا نحاول ننقذ هذا الكوكب. الكوكب ما ينفعش نستنى عليه أكتر من كده. درجات الحرارة للأتموسفير بتاعنا وصل قد إيه؟ تخطى 16.1 درجة، هو كان المفروض يكون 15، يعني إحنا زدنا 1.1 درجة، 1.1. الـ1.1 دول إحنا مش عايزين نوصل لـ1.5. يعني انا ناقص لك 4 من 10، الـ4 من 10 دول انا ممكن في 3 سنين لو فضل الريتم بتاع العالم ماشي بالمنظر ده كده اهو، وخصوصا ان احنا هنرجع لاستعمال الفحم مجبرين عليه، هتجدي ان 3 من 10 دول في خلال على عام 25 بقت درجه حراره الارض اللي هو غلاف الجو 1.5. 1.5 معناها ان الحياه لن تستقيم بعد كده، وإذا تخطيناها هتبقى مشكلة، ومشكلة كبيرة. يعني إيه لن تستقيم وإيه خطورة تخطي هذه الدرجة؟ بصي، الحياة عشان تستقيم وتمشي والأرض كريسورس تقدر تديني كل المنتجات الطبيعية من نبات وحيوان وتحافظ على صحة الإنسان حتى ككيان وكإيكو سيستم نظام بيئي متكامل، درجة الحرارة المفروض تكون 15. تجاوزا العلماء قالوا نستحمل لـ16.5. بعد 16.5 بيحصل انفلات. انا عندي الاكستريمز، الشذوذ، التطرف اللي ابتدى يظهر معايا في الحراره وفي الرطوبه وفي كميه ذوبان الثلوج اللي موجوده والتاثيرات السلبيه للاعاصير والفيضانات اللي بقت تيجي على مناطق ما كانتش بتيجي عليها، او جفاف بيهل على مناطق. الكلام ده كله هيتضاعف بعد الدرجه ونص، وبالتالي العلماء حطوا كذا سيناريو. طب لو درجه ونص ايه السيناريوهات اللي العالم هتقدر يتحملها والاثار بتاعتها؟ طب لو درجتين؟ طب لو 3؟ طب لو 4؟ اما تيجي كعلماء بيخطوهم ويحللوهم يقولوا الله يكون في عون الاجيال اللي هتعيش على الدرجتين، لان مش هيلاقوا ياكلوا، مش هيلاقوا فرص عمل. ما هم منين؟ زراعات؟ ما فيش زراعات. جفاف؟ موجود جفاف اللي احنا بنتكلم عليه، وحتى لو في امطار هتبقى مش امطار عاديه، فيضانات وسيول تهد كل اللي انت بنيته من ناحيه، واعاصير موجوده واوبئه جايه لك بالكوم اللي موجوده معاك. الحياه لن تستقيم باي حال من الاحوال. ربنا خالق الكون في حالة اتزان. احنا بنقول للإنسان شيل ايدك إذا سمحت بقى كفاية اللي انت عملته، وسيب ربنا بالكون بتاعه هيرجعه لك. بس للأسف احنا شايفين، هو طبعا ربنا قادر على كل حاجة، بحساباتنا كعلماء لو قفلنا المحبس النهاردة الكون محتاج 100 سنة عشان يرجع لطبيعته. متخيلة؟ طب ده انا مش هقفل المحبس، بس بقول بس على الأقل خلي الدنيا تمشي، خلي الدنيا تمشي. الرأي حضرتك يعني قطاع كبير جدا من العالم بيضع أمال كبيرة على COP27، في بعض الأحيان بيسموها القمة التنفيذية. هي لازم تكون قمة التنفيذ، ما هاش في صال تانية. ليه قمة التنفيذ؟ لأن أنا ما بقاش عندي وقت تاني ورفاهية، والعالم كله شاف إن ما فيش رفاهية، مش أنا اللي بحكم عليها، كل العالم بيقول إن مفيش رفاهية ومفيش وقت للرفاهية. إحنا مفروض نبدأ من دلوقتي نقفل في المحبس اللي إحنا بنتكلم عليه عشان أحد الأنشطة البشرية اللي موجودة دي. أنا معناها إن أنا بقفل على التنمية، ما دي نقطة تانية. ما هو أنت بتقولي إيه؟ أنا أعمل تنمية؟ أقول لك آه. طب ما هالتنمية هتعمل تلوث وهتطلع انبعاثات؟ أقول لك آه. ما توازن ما بين الاتنين، وهنا الاستراتيجيات اتحطت. زي ما مصر حطت الاستراتيجية للتغيرات المناخية 2050 لـ28 سنة قدام، بقيت الدول في دول كتير حاطة الاستراتيجيات دي، وفي دول زي السويد عاملة قانون اسمه قانون المناخ. يعني متخيلة بقى هنا هو بيحاسبوا بيه الحكومات على كل سنة عملته ايه، وممكن حكومة تتشال بسببه. قانون مناخ موجود، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى انا النهاردة احنا وصلنا ل
إن لا وقت للرفاهية، وبالتالي لازم العالم كله يبدأ في عملية تنفيذ الخطوات التنفيذية. إيه الخطوات التنفيذية؟ هي الالتزام بكل قرار وطني أو التزام وطني محدث كل دولة حطته بتقول فيه أنا حوصل للانبعاثات الكربونية الصفرية على عام كام. هي دي نقطة مهمة، وإزاي، ودي نقطة مهمة تانية. وبالتالي كل سنتين بنيجي نقول طب الدول اللي التزمت دي حققت لي انخفاض في الانبعاثات قدره قد ايه؟ انا محتاج انخفاض 7.4 كل سنه، بحيث ان على عام 2030 كان من المتوقع انزل ب 50% من كميه الانبعاثات بتاعه ثاني اكسيد الكربون المكافئ اللي موجوده في الجو. النهارده هي كانت الاول 230، النهارده احنا 430، يعني احنا زدنا 200 جزء في المليون. انا عايز انزل بيهم النص، انا عايز انزل بيهم للنص، وبعديها كمان بعشر سنين انزل. خليني اسال حضرتك يا دكتور، كيف استعدت مصر للتغير المناخي برايك في المرحله الاخيره؟ شوفي، في كل المجالات كنا سباقين، ودي كانت نقطه مهمه. بمعنى ايه؟ احنا لسنا بدوله متسببه، وكل الانبعاثات بتاعتنا المحسوبة لغاية عندنا الوقت 6.6%، يعني ما حصلناش واحد صحيح، يعني أقل من 1%. وعلى الرغم من كده هو إحنا في مجالات زي مجالات الطاقة الجديدة المتجددة السنة دي في 2022 كنا محققين 20%، 20% من إجمالي الطاقة. يعني النهاردة لو ما عنديش بترول ولا غاز، على الأقل 20% من الطاقة موجودة، مش هقعد في إظلام، ودي نقطة مهمة. وبستهدف على عام 35 إنه يبقى 42%، دي طفرة ممتازة. تعالي بقى في عمليات التخفيف، أنت شوفي القطارات اللي موجودة والمونوريل اللي موجود ومترو الأنفاق اللي موجود اللي بيشتغل بالكهرباء. أنت اتنقلت نقلة كبيرة جدا للنقل الجماعي، والنقل اللي بيعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والسريعة في نفس الوقت، دي كانت مصدر انبعاثات لحوالي 30%. انت بتتخطي الكلام ده، يعني بتقلل الانبعاثات. البترول انت بتستهدفي في خلال 8 سنوات انك تعملي 65% تخفيف من الملوثات، وخصوصا الميثان اللي كان بيطلع مع عملية حرق البترول واستخراجه وثاني اكسيد الكربون وخلافه. انت النهاردة انجزتي في الجزئية دي، ده في مجال التخفيف على سبيل المثال. تعالي في مجال التكيف، حدث ولا حرج. انا ما اعتقدش ان في دوله لا ناميه ولا دوله حتى من الدول الصناعيه الكبيره عملت اللي مصر عملته لشعبها. حد مثال صغير، حياه كريمه، انت كان عندك الريف باشكاله والفقر المدقع اللي موجود عندك كان كبير جدا من البلد. النهارده الناس دي لو كانت بتصاب بنزله برد ولا ضربه شمس مثلا بسبب التغيرات المناخيه، او امراض تنتقل ليها بنقلات الامراض بسبب التغيرات المناخيه، انت حميتيهم حمايه صحيه واجتماعيه واقتصاديه وحتى التعليم، ووفرت لهم الكهرباء والميه النظيفه. انت انقذتي 40% من شعب مصر، يعني بتتكلم على 40 مليون مواطن. دي الناحيه. ده عملية تبطين الترع اللي الناس بتتغنى بيها، بتقول إن كان ليه تبطين الترع؟ أما حسبوها حسبة صغيرة لقوا إن 40% من المية كانت بتهدر على شكل إما بحر أو توصل للمياه الجوفية اللي موجودة. النهاردة الكلام ده بعملية التبطين كلفتنا مليارات وهتكلفنا لسه مليارات. أنا معاكي، بس كانت النتيجة أنا النهاردة في شح حمائي والأمطار بتقل، هتبقى مشكلة. كل دي من أنواع التكيف وأشكال التكيف. الزراعات اللي موجودة اللي ابتدت مراكز البحوث تشتغل فيها عندك، أنت أنجزت إنجاز كبير جدا، ونموذج هيتقال في قب. عايزة أسأل حضرتك سؤال أخير قبل الختام، إيه الضوابط اللي حضرتك شايف أنه يجب وضعها في كوب 27 لتكون القرارات أكثر إلزاما على الدول؟ بصي، هي في أجندة موجودة. الأجندة دي بتحتوي على رقم واحد
ان الدول كلها تلتزم بما سبق الالتزام به. نعم. ما تخرجش منها، يبقى دي الجزء الاول يعني، وده كانت في رؤيه مصر. رقم اثنين ان عمليه التمويل تتم، والصندوق الاخضر للمناخ يبتدي يحصل تمويله بال 100 مليار سنوي، وكل سنتين يراجع، ده ما فيش فيه فصال ويمضوا عليه. رقم ثلاثة الشراكات اللي مفروض تتعمل والتحالفات بالنسبة للقطاع الخاص دي ينص عليها. رقم أربعة الأهم، إن الدول اللي تضررت في الماضي مش في الحاضر بقى، في الماضي مين يدفع ثمن التكلفة والخسارة دي؟ اللي هو صندوق للتعويضات. وده لأول مرة مصر نجحت إنها تحطه عشان يتم التوقيع عليه. فإذا لو الجزئيات دي اتعملت يبقى معنى كده ان انت ابتديت تحقق العدالة المناخية اللي انا بتكلم عليها. نعم. ودي بداية هتبقى رائعة جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ضيفي الكريم دكتور وحيد امام، استاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الأكاديمية المصرية لتنمية البيئة. شكرا لحضرتك دكتور. مشاهدينا الكرام انا بشكر حضراتكم ونوجه عناية حضراتكم مرة اخرى الى انه تم اطلاق قناة القاهرة الإخبارية، وهي قناة إخبارية مصرية تبث على مدار ال24 الساعة، وتقدم محتوى إخباري متنوع وقوي من مصر والمنطقة العربية والعالم. يمكن لحضراتكم متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي. ونوجه أيضا عناية حضراتكم لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ. نشير إلى أن تردد قناة أكسترا لايف 12092 فيرتيكال أو رأسي. أنا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، كنت بحضراتكم أنا لما جبريل، إلى اللقاء.